السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة هنحكي لولادنا قصة سيدنا هود عليه السلام. هود عليه السلام في منطقة باليمن تسمى بالأحقاف، عاشت قبائل عاد وزرعوا الأرض بكل أنواع الزرع والثمار، وشيدوا المساكن الفارهة، وتغلبوا على من حولهم من البلاد، فعاشوا في نعمة ورغد، تمام. وكان قوم عاد أقوياء الأجساد، بالغي الطول، عمالقة طوال قوي. ولكن هل شكر قوم عاد ربهم على هذه النعم؟ وهل عبدوا ربهم كما ينبغي؟ قوم سيدنا عاد كانوا أقوياء جدا، وكانوا بيتمتعوا بحاجات كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى متعهم بيها. زرعوا الأرض بكل أنواع الزرع، وبنوا مساكن عالية جدا، تمام. وكفروا بنعمة ربنا. لقد كفر قوم عاد وعبدوا الأصنام من دون الله، واختروا بقوتهم، بقوا مغرورين بقى، ونسوا أنها من عند الله، وفرحوا بزرعهم وبسقايتهم، ونسوا أن الله قادر على إهلاكهم. فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا منهم، هو هود عليه السلام. دعا هود إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. بدأ سيدنا هود عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام، تمام، التي لا تضر ولا تنفع، وترك الظلم، وشكر الله على نعمه. ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي أنعم بها علينا. وقال لهم: يا قوم، لا أسألكم عليه أجر، أنا مش عايز أجر على أنا بنصحكم أن أنتوا تعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. لا أريد منكم مالا، لا أريد، أنا مش عايز منكم فلوس، أنا كل اللي عايزه الخير ليكم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أنا خايف عليكم من عذاب يوم عظيم مش هتتحملوه. وقال هود عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم وتوبوا إليه ليغفر لكم ذنوبكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. لكنهم استكبروا ورفضوا نصحوا واتبعوا رأي كبراءهم الجبارين. رفضوا بقى أن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وكبروا زيادة وغرتهم قوتهم، وايه، وما سمعوش نصيحته، وبدأوا يتبعوا كبراءهم اللي هم الكبار بتوعهم، اللي هم مغرورين ومتجبرين في الأرض، وجبارين جدا في الأرض. وأتاهم قوم عاد نبيهم هود بالجنون. اتهمت سيدنا هود بالجنون، انه مجنون. وقالوا له: لقد أصابتك آلهتنا بالجنون، انت اتجننت بقى خلاص. فقال لهم: ان هذه أصنام من حجارة لا تنفع ولا تضر، هتجيب لي جنون ازاي؟ ده حجر، هيضرني او هينفعني ازاي؟ تمام. قالوا له: لن نترك ما كان يعبد آباؤنا ولن نتبع دينك أو رأيك، احنا مالكش دعوة، احنا كده كده ايه، هنعبد اللي رب اللي جينا لقينا آباؤنا بيعبدوه، مش هناخد رأيك. وهنا خوفهم سيدنا هود عليه السلام من غضب الله وعقابه، فسخروا منه، بدأوا يتريقوا عليه، وقالوا له: إن كنت صادق في كلامك فأتنا بهذا العذاب الذي تتحدث عنه. لو أنت بقى صادق إن ربنا هيعذبنا وكده، طب هات لنا بقى إيه العذاب اللي أنت بتقول عليه ده، إحنا عايزين نشوفه، تمام؟ وما نظن أنك تقدر على أي شيء، إحنا شايفينك شخص مجنون ما تقدرش على أي شيء. اعتزل سيدنا هود عليه السلام ومن آمن معه هؤلاء القوم الجبارين، وظلوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. أما الكافرون الظالمون فظلوا على كفرهم وعنادهم، ولم يهتموا بكلام هود عليه السلام، تمام. وبعد عدة أيام جفت الآبار وجفت الزروع والأشجار، ما بقاش فيه مية، وأوشك الكافرون على الهلاك. وفجأة ظهرت سحابة في السماء فاستبشروا، وقال: لقد أوشك المطر على النزول. وفرحوا وهللوا، واقتربت السحابة أكثر وأكثر، وهبت الريح، وفرح قوم عاد بها، وخرجوا جميعا ينتظرون المطر. ولكن فجأة اشتدت الريح وبدأت السحابة وبددت السحابة واشتدت أكتر وأكتر، وكانت هناك ريح عاصفة، رياح باردة تدمر كل شيء بأمر ربها. كانت رياح قوية جدا تدمر كل شيء بأمر مين؟ بأمر ربنا سبحانه وتعالى.
كانت الرياح باردة جدا وشديدة جدا، هوا شديد جدا لا تمر على شيء إلا دمرته وأحرقته كأنها النار، وكانت تصيب الرجل من قوم عاد فتحمله وتلقيه بعيدا. كانت الرياح بتشيل راجل كامل وتروح رمياه بعيد، تمام، فيسقط محطم الأعضاء كأنه جذع نخلة محطمة، كأنه حاجة كده اتشالت من الأرض وتروح راحت اترمت محطم الايه، متكسر خالص. حاول بعض الكفار أن يحتموا من الرياح في بيوتهم الكبيرة، لكن الرياح كانت تدخل إليهم وتدمرهم في بيوتهم، وحفر بعضهم الحفر والأنفاق ليهربوا في داخلها، ولكن الريح كانت تدخل عليهم وتقتلهم وتحطم الأنفاق فوق رؤوسهم، تمام. الريح دي كانت بتدخل من كل حتة، أي حد بيحاول يهرب منه من الرياح القوية دي كانت بتدخل في كل مكان، في البيوت وفي الحفر والأنفاق اللي حفروها عشان يستخبوا فيها. واستمر هذا العذاب، واستمرت الرياح تدمر هؤلاء الكافرين 7 ليالي و8 أيام متتابعة متوالية لا تهدأ ولا تكف عنه، حتى أفنت جميع الكافرين الظالمين، ولم تترك إلا حوائط البيوت شاهدة على هذه المأساة، تمام. أما يبقى كده هنا الرياح دي قعدت 7 ليالي يعني 7 ليالي 8 أيام كاملة، موتت كل الكافرين وأهلكتهم كلهم، وسابت جدران البيوت شاهدة على المأساة اللي حصلت دي. أما هود عليه السلام والذين آمنوا معه فقد نجاهم الله عز وجل برحمته ولم يصبهم سوء، وهكذا دائما يهلك الله الكافرين وينجي المؤمنين برحمته وفضله. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. صدق الله العظيم. دي قصة هود عليه السلام. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ونحكي قصة جديدة. مع السلامة.